بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا في الدرس اللي فات واحد لانتروديكسيون على هاد الفورماسيون، وقلنا اننا غادي نتعرفوا في وسط الفورماسيون على لا بيبليوتيك جي كويري، ثم غادي نشوفوا شنو هي جي كويري وكيفاش ممكن نستغلوا جي كويري باش نقادوا لي زابليكاسيون او لا دي باج ويب يكونوا في المستوى. ثم قلنا ضروري من الكونيسونس في HTML و CSS و دي نوسيون في جافا سكريبت. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نزيدو نتعرفو على جيكويري، اشنو هاد لومون تاع جيكويري وبالتفصيل اش كيعني في حد ذاته. طيب، اول حاجة جيكويري هي عبارة على بيبليوتيك من جافا سكريبت، كيف ما هو باين ان لونغاج جافا سكريبت هي لونغاج نتاع الويب اللي كتمكني باش نزيرت واحد التفاعل بين الباج ويب وبين ليتيليزاتور. جافا سكريبت هي واحد اللونغاج اللي كتخليني نزير واحد التفاعل بين الدوكيمون او الباج ويب وبين ليتيليزاتور، بحيث مثلا با اكزومبل نفاليدي لي تيكست، نافيشي دي زانفورماسيون، ثم ندير دي تيست سون اكفيليزي لا باج. اذا نغير على الكونتوني تاع الدوكيمون بلا ما نغير او بلا ما اكفيليزي لا باج اتسيتيرا. طيب، اذا هاد الجيكويري هي بيبليوتيك اللي جات باش تساعدني على الجافا سكريبت. بالنسبه للجافا سكريبت هي لغه شويه فيها بزاف ديال الخدمه، فيها بزاف تاع لي نوسيون، فيها بزاف تاع لي نوسيون. باغ اكزومبل افترضوا الا كنت سمو بغيت نكاشي واحد الاليمون خصني ندير واحد الكود كبير، الا كنت بغيت ندير واحد لو تيست على واحد الفورمولير انطلاقا من الجافا سكريبت غادي ندير واحد الكود طويل، وهاد الكود هذا تندوز منه بزاف المراحل. هاد الجيكويري جات ويا تصغر عندنا او اختصرت عندنا الخدمه، بحيث فاش ما نكتب مثلا الا كنت بغيت مثلا واحد لو تريتمون او ندير واحد ندير مثلا شي انيماسيون بالجافا سكريبت، هاد الانيماسيون اللي تقدر تكلفني مثلا واحد نسبيا او لا تقريبا نقول واحد 60 سطر او 80 سطر، انطلاقا جيكويري ممكن نقاد هاد الانيماسيون سولمون غير ب 10 او 8 ديال الاسطر. اذا جيكويري هي بيبليوتيك من جافا سكريبت كتختصر عليها الخدمه، فاش ما نكتب بزاف نتاع الكود سولمو كنستعان بدي فونكسيون لي ديجا كاينين فوسط جي كويري. طيب، بالنسبه للسيت الرسمي تاع جي كويري هو هذا jquery.com. هاد السيت فيه كاع لي زانفورماسيون اولا اي حاجه ممكن نحتاجوها فوسط جي كويري. كاين هاد المنيو هذا اللي فيه لي زانفورماسيون، ثم كاين الدوكيومونطاسيون، ثم تيتوريال، اذا ثم لا بارتي تاع ديسكوسيون ايتترا. طيب، ثم بالنسبة لبنا بزاف لي زانفورماسيون على جيكويري ممكن تشوفو لو ليان في ويكيبيديا fr.wikipedia.org/wiki/jQuery. إذا جيكويري إيت أون بيبليوتيك جافا سكريبت ليبر، إذا اللي كنستافدو هو أن بيبليوتيك ومن جافا سكريبت إي أوسي ليبر، بمعنى ليبر في متناول الجميع وماشي ليسونس إلا بغينا نستعملوها سوفي باش نتيليشارجيوها ونخدموها. وغادي نشوف في الدروس السابقة كيفاش أجبتوا البروجي تاعنا اتسيتيرا. ثم هاد جيكويري هي اللي كتمكنك أول حاجة تكريات أو لا بخوميييغ فيرسيون كاينة في جونفي 2006، أول فيرسيون كاينة في جونفي 2006. ثم هنا كاينة بزاف تاع لي زانفورماسيون فوسط ليزاج، ثم الموديول ديكستنسيون، ثم نوت ريفيرونس اتسيتيرا. اذا لي بعض دوكيومونطاسيون او لا بعض لي زانفورماسيون لا بيبلي على جيكويري ممكن نشوف هاد لو لين. طيب، دابا حنا قلنا او لا سبق قلنا ان جيكويري هي اللي كتسهل عليا الخدمه فاش كون كنتعامل واحد الدوكيمون. باغ اكزومبل الا بغيت ندير شي انيماسيون او لا ندير شي تيست او لا شي موفمون او لا شي نزيد نسهل لانتيغاكسيون بين ليتيليزاتور بين الدوكيمون كنستخدم لونغاج جافا سكريبت. وقلنا لونغاج جافا سكريبت الا بغيت نقاد بها دي تيست او لا ناجوتي بها دي شوز في وسط باج اتش تي ام ال كيتطلب مني بزاف تاع لي تريتمون كنديرو، وبمساعده جيكويري كنكون كنستغل الوقت، بحيث فاش ما نكتب بزاف تاع لي زانفورماسيون سولمو كنكتب واحد الفونكسيون كندير واحد لابيل لواحد الفونكسيون اللي ديجا كدير هاد الخدمه. طيب، بالنسبه للبيبليوتيك كاين ماشي جيكويري بوحدها اللي كاينه، كاين بزاف نتاع لي بيبليوتيك، كاين جيكويري موتولز بزاف تاع لي بيبليوتيك في جافا سكريبت. وفي نهايه هذه الفورماسيون ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا بعض لي نوسيون دو باز او لا بعض لي كونيسونس المهم من جافا سكريبت، وفي الاخر غادي نشوفوا كيفاش نقادو دي زابليكاسيون او لا دي شوز
الجيكويري. طيب نشوفوا بعض لي شوز في وسط الجيكويري. طيب عندنا هذا في السيت نتاع الجيكويري، نفترض مثلا كاين عندنا هاد هاد الموني بهذا الشكل. هاد الموني لاحظ ما كي دايره بهذا الشكل. اذا هاد الموني مقاده بالجيكويري، هاد الموني هي عباره على موني مقاده بهذا الشكل. اذا لبنا قاده هاد الانيماسيون تاع الموني يفون كليكي يطفي الشاد ديسكريبسيون بهذا الشكل هذا، ثم يفون كليكي على الموني اخرى كاش ديسكريبسيون يطفي الشاد ديسكريبسيون اخرى، كنستعن سومون غير جيكويري. ثم كاين بزاف لي شوز مثلا بحال لوبجي مثلا دات بيكر. لاحظنا مثلا في الدات مثلا فاش ليتيليزاتور ما يكليكي وقت يدخل الدات سومون كي يكليك هنا او لا كي يحط الفوكس كي اكتيف الفوكس وسط هاد الانبوت كي سيليكسيوني لا دات لي بغات ثم تي اكتيفي. هذا بعض لي شوز ثم مثلا بروغريس بار من هاديك لا ليست نتاع تيليشارجمون او لا مثلا سلايدر. بالنسبه للبروغريس بار هي هذا هاد لابار تاع تيليشارجمون اللي ممكن زين. وتلاحظوا ان في وسط سيت جيكويري كل ايليمون او لا كل بارتي كيعطينا مثلا واحد الاوفر فيو ثم اوبشن ثم الكود سورس اللي بيناه كاين هنايا ممكن نستخدمه. ولا متى كي قلنا اد سلايدر ممكن نتحكموا فيه كي بغينا. اذا هادو بعض لي زيليمون، كاينين دي شوز اخرين. اذا غادي نكتفيو بهاد القدر هذا اللي شدينا به واحد الفكره على تشيكويري وبعض الاشكال نتاعها وفاش كتعاوننا حتى لدرس اخر ان شاء الله تعالى اللي غادي نحاولوا نشرحوا فيه الشعار نتاع تشيكويري اللي هو رايت ليس دو مور، اكتب القليل افعل ثم افعل الكثير. من معناها تكتب واحد حاجه قليله وكتسير شي حاجه كبيره. الى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.